السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة، وكنقول لكم بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على واحد الشخصية اللي عزيزة عليا ما تمشيو فيه. بسم الله على بركة الله، نبدأ الفيديو ديالنا هنا بأول حاجة بالتحضيرات. بعد التحضيرات اللي هادشي كامل اللي درت صراحة اليوم سبق لي وحضرت معكم من بداية رمضان لحد اليوم. هنا كنت درت واحد البطبوط صغير اللي هو عمرته بحشوة اللي سهلة وكتجي لذيذة، راكم عارفين ما كاين شي حاجة محسن من الطون والحرور. فانا درت شويه ديال البصله ومطيشة شلاطه صافي وعمرت بها، ودرت الطون وشويه ديال المايونيز هنا اللي زينت به. جا زوين زوين بزاف وجا لذيذ 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 صراحه. هذه اسهل حشوه ممكن انكم تعمروا بها البطبوط ديالكم. وهنا هذا هو عجمي، مرحبا بيه. مرحبا بك عندنا. اول حاجه هنا غادي نتشاركها معكم بالتدقيق هي الشوربه، لانه هاد الشوربه جات لذيذه لذيذه بزاف ومكوناتها بسيط وكتوجد في زعما في وقت اللي هو قليل. هنا راه كانت سبعه لا ربع ولا ما نعرف قلتولوت، كانت سبعه قلتولوت والاذان كيأذن مع سبعه وربع، دونك خصني انا نوجدها بالزربه. ما لقيتش شي حاجه اللي سهله غادي نديرها، درت هذه. صراحه دركني شويه الوقت، كان ولدي مريض وما لقيتش كي ندير الوقت وهذا، وجدت غير الوصفات اللي كيجيوني يعني ساهلين ماهلين. هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد جوج بطاطات كبار وخديت بصله وحده كبيره، ضفت لهم الملحه والبزار، شويه ديال الزيت النباتي اولا الزيت البلديه، وضفت هذا الطرف هذا اللي كتشوفوا ديال الصدر ديال الدجاج. خاصكم نتوما تحركوا هاد المكونات مزيان حتى تشرب لكم هاد القامه، من بعد كتمرقوا حتى كتغطيو الخضر ديالكم وكتخليوها حتى كتطلع فيها الغليه بحال هكا، يعني كتحسوا بها طابت لينا ديك البطاطا. راكم عارفين البطاطا دغيا كطيب. بالنسبه لي انا فخديت هذاك الطرف ديال الصدر من بعد قطعته باش هكا ما ياخذش الوقت في الطياب باش توجد لي الشوربه ديالي بسرعه. راكم عارفين هنا كيف ما قلت لكم الوقت دركني باش وجدت الفطور. صافي من بعد ما كنحيد هذوك القطع ديال الدجاج لانني غنعاود فرتتهم، من بعد كناخذ طحانه وكنطحن مزيان مزيان هاد الشوربه ديالي. بالنسبه للناس اللي جاتكم الشوربه مثلا خفيفه بزاف ممكن انكم تدوروها بواحد المعلقه ديال النشا هكا باش كتحصلوا على واحد القوام اللي هو كريمي وعاقد مزيان. صافي هنا كيف ما كتشوفوا بقيت كنحرك فيها، غنضيف لها الفرماج. انا هنا غادي نضيف لها اربع قطع من الجبن العادي، ممكن انكم تضيفوا لها الجبن بحالي، واللي عنده الكريمه ممكن انه يضيف الكريمه لانها كتجي لذيذه لذيذه بزاف بالكريمه. بالنسبه للناس اللي غيبغوا يصوبوها بالكروفيت، فالكروفيت ما كنديروش من الاول، كنديرو حتى الاخير عاد كنلوحو. ولكن كناخذوا القشور ديال الكروفيت وكنخبيو عليهم الماء حتى كيطلقوا لينا هذاك النسمه ديالهم هما باش كنمرقوا هاد الشوربه. نتمنى يكون كلشي واضح. صافي هنا كيف ما كتشوفوا خديت الشوربه ديالي، قطعت هذاك الدجاج وطريفات صغيورين ضفتو ليها، وضفت لها هنا علبه من الفطر المعلب، يعني علبه من الفطر. كتجي لذيذه وكتحسوا بشي حاجه يعني في هاد الشوربه. ودابا غادي نضيف ليها كيف ما كتشوفوا معايا، خليتها كتبخ مزيان فوق النار، وغادي نضيف ليها البروكولي اللي كنت سلقته من قبل. Thank you.
صافي. من بعد هنا غنتشارك معكم كيف ما قلت لكم التحضيرات اللي درتها كانت سريعه سريعه. هنا واحد البيتزا انا سبق لي وحضرت معكم هاد الوصفات كاملين على هذاك الشيء، ما غاديش نديرهم دابا بالتدقيق باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. هنا صافي حضرت البيتزا ديالي وحطيتهم في المائده. بالنسبه لي كيش فسبق لي وحضرتهم وكنت واضعاهم في المجمد، كيبقاو فنين في المجمد. ان كنتمنى انكم تجربوهم بصراحه لانهم جاو شي حاجه اللي طوب، جاو روعه. صافي حطيت الشوربه ديالي، حطيت العصير اللي صوبته غير بالماء ودت فيه واحد الحبه ديال الباربا والفريز والبنان، صافي وطحنته غير بالماء. هنا درت ميني تاكوس وصافي. التميرات ديالي كنت مازال ما كملتش يعني كل شيء في الطبله، ولكن كنحط وكنحاول نصور لكم. ما يمكنش تكوني عارضه على الناس وتقولي لهم هذا وما تاكلوش حتى نصور، وبنادم كيضل صايم النهار كامل. صافي مهم هادو هما الشيوات اللي حضرت. ضروري ضروري البنات ضروري تحضروا هاد اللي نام هادو، راه شي حاجه اللي واو. انا كنتمنى انكم تجربوهم. انا نخليكم الوصفه ديالهم، ضروري ما غادي نحطها لانني عندي مصوراها بفيديو بالتدقيق. كنشكرك على مرحبا بك عمي وعلى هذه المائده الافطار الشهيه. كنشكرك وكن يعني كنشوفوا الاطباق اللي حضرتي لنا اليوم، يعني من نوع ممتاز. مرحبا بك صراحة، فرحت بزاف بهاد الهضره اللي قال عمي، ومازال قال بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. وشهاده تقديريه صراحه لان عمي عزيز عليا. وبابا حتى هو فرحت به، وماما الله يخليهم ليا يا ربي يا ربي ويطول في عمرهم، والله يحفظ لكم حتى نتوما والديكم. صافي هذا هو الميني تاكوس اللي صوبت، رافقته بصلصه صلصه الجزائريه او صوص الجيريان. صافي هادو اللي نام ديالي، كنتمنى انكم تجربوا هاد الشهيوات هادو. بالنسبه للميني تاكوس فسبق لي وحضرته معكم في القناه، بيتزا كلشي هاد الوصفات الا هاد اللي نام واللي كيش راني درت لكم فيديو خاص. كنتمنى انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم زوينه، وما تنساوش البارطاج الفيديو بطبيعه الحال الى عجبكم المحتوى. وباي باي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم.